يوم ليس كالأيام في تاريخ فريق الوداد البيضاوي، يوم أسود لن ينساه اللاعبون ولا الطاقم المسير لفريق القلعة الحمراء. مجهولون مدججون بمختلف الأسلحة والعتاد من سيوف وسلاسل وعصي، يهجمون في غفلة من الجميع على لاعبي وطاقم الفريق الأحمر في عقر داره بملعب الحاج بن جلول خلال حصة تدريبية اعتيادية، مخلفين العديد من الإصابات. خويا بحال شي فيلم أكشن. أخويا شي 40 شي اسم 400 ولا شي 300 شحال السيوف واش أخويا؟ راه ما كاينش هادشي ماشي كورة. هادي راه ماشي واش ما كاينش كورة؟ واش شي كونطرا شي فرقة أخرى تقدر تقول فرقة الوداد؟ الوداد صاحب رسمية كبيرة تنقاتلو تنحطو دمنا باش في الأخر شي بنادم يصرفقو يدينا فلوسنا ودونا بزاف، شحنا طوموبيلاتنا دينا تيليفوناتنا، الدري فرقو ليه راسو، الدري فرقو ليه راسو، المدرب مسكين كان يقتلو فدنيو واش أخويا؟ راه ما كاينش والله أعلم، ما فهمناش حنا بالك هادو جمهور ديال الوداد. جمهور الوداد ما كاينش، جمهور الوداد كاع ما غادي يضرب اللعابه ديالو. انا كنعرفو جمهور الوداد، حنا ماشي عاد نجيو جمهور الوداد كاع ماشي يضرب اللعابه ديالو بزاف. الناس اخويا شي خصهم لا حول ولا قوه، فرشخوا لي الطوموبيلات، داو لي التليفونات. هاد الناس يقول لك ما بقاش تلعب في الوداد بزاف، الكحل راه كلهم فرق عليه وجوه الكحل، سير عند الكحل بسيوف كلشي مضروب. المهاجمون عمدوا الى اقتحام الملعب من الباب الرئيسي واحتجزوا بادئ الامر حراس الامن الخاص، مهددين اياهم بالقتل من خلال اشهار الاسلحه البيضاء في وجوههم. حنا كنا سادين الباب بحال هكا، تبانوا لينا عباد الله كينقزوا من تما. الوقت اللي مشيت انا مع واحد بحال هكا زعما مالك ما مالك، داروا لنا بحال الدبان، هذا شادين 10 وانا 10، جاب لينا سميتو السيوف الدوي ولا شي حاجه، انت الجاكيطه شو كيدير لا السيد، هو نفس المشكل، هو بقينا كنشوفوا ملي غادي جابد عليك السلاح الابيض اش غادي دير؟ ما عندك ما دير، بقينا بحال هكا ناويين من هذا منكر. شنو الغايات ديالهم هاد الناس؟ هاد الناس راه فهمتي مدفوعين، هادوك راه هادو ماشي ودادين، هادو ماشي ودادين، هادو مدفوعين، هادو دوك مافيا هادو. شنو داروا للشريف؟ الشريف راه شدوه كل ما جبدوا به السيوفه كانوا غيقتلوه هو والكحل، زيروهم في البوطو ديال الشبكه وبقاو كيبوطوا فيهم، حتى هزيت لهم الكرياج من التحت هذا باش خرجوا، هذا باش فكوا، هذا باش تنفسوا الناس. الناس راه تابعيننا هنا، دارو مافيا هادوك ماشي جمهور، هادوك حاجه واش يمثلوا الجمهور ديال الوداد، هادوك راه جايبين السيوفه ديالهم ودخلوا بمافيا ضربوا على الطوموبيلات كاع سبغوهم وداو التليفونات من الفيسيرات وهرسوا الفيسير كامل، المستودع ديال الملابس كلشي هرسوه ودقدقوه. الهجوم المسلح خلف العديد من الاصابات في صفوف اللاعبين، خاصه اصابه اللاعب ياسين الكحل ومحمد بن رابح والمدرب مصطفى الشريف الذي نجا من الموت بعجوبه. حاولنا من خلال تواجدنا بعد وقوع الحدث بلحظات أخذ تصريح من مدرب القلعة الحمراء مصطفى الشريف، لكن حالة الرعب التي عاشها جراء الحادث جعلته ينفجر غضبا في وجه الجميع. اللي يضربونا بالسيوفة هذا راه كنجدو به سيوف راه وتابعين 70 واحد ولا 80، انا يهودي الوداد هي هادي. صافي خويا شريف، صافي ما تصوروش، هادي صوروا الناس اللي هزوا السيوفه اللي كانوا غيقتلونا على ولادنا. صافي بغيتي تصور حتى صورنا انا، انا هو الواجهه راه حشومه. اجي خدم معاك تصريح، بقى لك عاد تصريح كنت غنخلي ولادي، هذا هو التصريح، بقيت فيه كانوا كيقتلوني على ولادي. تتمثل وتصوروا راه انت جيت بروفوكيني كانوا غيقتلوني على ولادي انا واللعابه، وهذا هو التصريح، وخذ من عندي لك مسلم انا يهودي واقيلا. انتقلنا مع طاقم الفريق ولاعبي صوب دائرة الأمن السلام بمقاطعة المعريف ليسجلوا محضرا للحادث. هنا كانت الأجواء مختلفة، لأول مرة يحل لاعبو فريق الوداد بشكل جماعي داخل مركز للشرطة. خلال تواجدنا مع فريق الوداد بمركز الأمن حاولنا من جديد إقناع مدرب الفريق مصطفى الشريف بأخذ تصريح حول الحادث بعد أن هدأ نسبيا من حالة الغضب، لكنه رفض من جديد، وأمام إصرارنا رضخ في نهاية المطاف ليكشف لشوف تي في عن الخلفيات المحركة لهذا الهجوم. هادي راه مهزله كبيره، هاللعابه كلهم دابا مدمرين، راه كتشوف فيهم دابا كلشي، هادي اللي كيبكي اللي مجروح اللي مضروب اللي هادي، حتى واحد ما بقى بغى يلعب، حتى واحد كيقول لك ما يمكنش لينا باقي حنا غنقدموا شي حاجه ولا نلعب،
هما دابا تخلاو على التدريب تيقول لك حنا ما بقيناش غنلعبوا الكره. وهذا الشيء كاينين الناس اللي دافعين، هذا كاين الناس اللي باغيين المناصب، كاين الناس اللي باغي يشدوا فرقه بالقوه. انا تنقولها من هنا وما تنخمم حتى واحد، كاين الناس اللي بغاو يشدوا الفرقه بالقوه، وهذه راه ماشي بهذا الشكل. اللي بغى يشد الفرقه راه تيجي وتي داك الشيء تيكون بالطريقه اللي هي تيكون مسائل اللي تتكون قانونيه، حيت هذا الشيء اللي كيدار راه تيتهيئ ليه وتيتخطط ليه من شحال هذا، ماشي دابا. ولكن هذا الشيء بدا تيتراكم، هذا الشيء كيتراكم كل مره، كل يوم، كل شهر، كل سنه. حنا وصلنا للحد باش هذا الشيء بركه من الفوضى. المهاجمون الذين سرقوا هواتف وأغراض اللاعبين خلفوا وراءهم هذه الكتابات على واجهة حافلة الفريق، وكذا سيارات اللاعبين التي حاولوا من خلالها إرسال رسائل معينة إلى جهات محددة داخل الجهاز المسير للفريق الأحمر، وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من هذا الهجوم.